السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة حلى الشوفان من أحلى وأطيب الوصفات اللي ممكن نجربها بالشوفان. حلى سهل وبسيط ومقادير متوفرة في البيت، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. عندي الوصفة عبارة عن طبقتين. هنجهز مع بعض الطبقة الأولى: كوباية من الشوفان، ربع كوباية من السكر البني، ربع كوباية من جوز الهند، ورشة من الملح، ورشة من القرفة. وهبدأ أخلط الأول المقادير دي كويس مع بعض، وبعد كده هضيف عليهم ربع كوباية من الزبدة المذابة. هبدأ أفرك كويس الزبدة مع خليط الشوفان علشان أتأكد إن الخليط متغطي كويس بالزبدة. بعد كده هنجهز صينية الفرن. هنضيف ورق زبدة وهدهنها دهنة خفيفة من الزبدة أو الزيت، وبعد كده هبدأ أفرد فيها طبقة خليط الشوفان. هضغط كويس وأنا بفرد الشوفان. بعد كده هنجهز مع بعض الطبقة التانية: كوباية من الحليب المكثف 390 جرام، هضيف عليهم معلقتين كبار من جوز الهند، معلقة كبيرة من الزبدة المذابة، 2 بيضة في حرارة المطبخ، ورشة من الفانيليا أو حوالي نص معلقة صغيرة من بودرة الفانيليا. أخلطهم كويس بالمضرب، وهبدأ أسخن الفرن. وهشغل الفرن على درجة حرارة 180. أنا عايزاه يسخن الأول كويس قبل ما أدخل الصينية. هنضيف الطبقة الثانية على خليط الشوفان وهتأكد ان هو متغطي كويس جدا من كل الأطراف، وبعد كده هندخلها الفرن. بعد ما يسخن هنسيبها حوالي 20 أو 25 دقيقة لحد ما الاقي الأطراف والوش بدأ يتحمر. عندي هنا بعد 25 دقيقة خلاص الحالة بقى جاهز. لو حابة تغطيه بطبقة من المكسرات أو جوز الهند، أنا عندي هنا خليط من المكسرات وجوز الهند، هبدأ أفرده على وش الحلة أو على وش الصينية، وبعد كده هندخل الصينية التلاجة. مهم جدا نسيبها تبرد تماما الأول قبل ما نبدأ نقطعها. بعد كده هنقطعها حسب الرغبة. لو حابة تقطعيها مكعبات أو دواير بأي كوباية بيبقى شكلها حلو جدا في التقديم. وبعد ما نقطعها بنغطيها من جميع الأطراف بطبقة من المكسرات أو جوز الهند. طبقة الحليب المكثف اللي حطناها في الطبقة التانية من الحلة بتخلي بعد كده القطع ملزقة شوية، فبنغطيها من كل الجهات بجوز الهند أو المكسرات. بنقطعها مربعات وبعد كده بنغطيها، نجيب طبق ونغطيها. انا اسفه ان اللقطه ديت من الفيديو اتحذفت عندي. احنا بنقطعها مربعات وبعد كده بنغطيها كويس جدا بخليط من المكسرات وجوز الهند وبنقدمها. حاله منتهى منتهى الجمال، جربوه هيعجبكم جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، واهم حاجه تشغيل زر الاشعارات علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد انزله. مع السلامه.